مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة. ترسم النتائج النهائية التي صادقت عليها مؤخراً المحكمة الاتحادية سيناريوهين اثنين لتشكيل الحكومة الجديدة لا ثالث لهما. الأول حكومة قوى وطنية تجمع الصدر والحلبوسي والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وبعض المستقلين. في حال تشكيل هذه الحكومة فستحظى بشعبية جيدة لأن أثرها سينسحب على الحشد الشعبي، ليس بإلغائه وإنما بدمجه مع المؤسسات الأمنية والعسكرية لتتلاشى مسميات الفصائل أو السرايا وتخضع كليا لهيئة الأركان والقائد العام للقوات المسلحة، وحينها ستكون حظوظ مصطفى الكاظمي في ترأسها كبيرة جدا. مقتدى الصدر الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان الجديد هو من يفضل ترشيح الكاظمي لأنه يعلن دائماً ألا ملاحظة له على أداء رئيس الوزراء الحالي، والذي يقول بالمقابل ألا مقاومة حقيقية في العراق إلا الصدريين، كما لا توجد ممانعة إقليمية ودولية وعربية لإعادة ترشيح الكاظمي ولا اعتراضات على شخصه وأدائه وتوجهاته. الكاظمي ساهم في تغيير قانون الانتخابات وفسح المجال أمام مشاركة شباب المظاهرات ووضع برنامجاً لخروج القوات الأمريكية من العراق، كما إن تبني مجلس الأمن الدولي والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية نتائج الانتخابات والاعتراف بنزاهتها عكست صورة جيدة لأداء حكومة الكاظمي. في اجتماع الإطار التنسيقي مع مقتدى الصدر في منزل هادي العامري أصر الصدر على أن تكون الحكومة المقبلة بغالبية سياسية وليست توافقية، وعلى أن تكون محاربة الفساد والمفسدين من أولويات الحكومة المقبلة، ومما يعقد المشهد السياسي على الخاسرين في الانتخابات النيابية الأخيرة تأكيد مقتدى الصدر على نهاية مرحلة التشكيك في تلك الانتخابات ونتائجها، وكذلك النية الواضحة لدى الصدر لترشيح مصطفى الكاظمي أمام البرلمان، وإذا لم يحصل على الأصوات الكافية لتمريره فحينئذ سيتم تسمية مرشحين اثنين من التيار الصدري والإطار التنسيقي ليخضعا لتصويت سري في البرلمان شريطة القبول بالفائز أيا كان ومن قبل كل الأطراف السياسية المتنافسة. الاحتمال الثاني هو تشكيل حكومة ذات محاصصة أو حكومة ائتلافية، ومن أجل تحقيق ذلك جاءت زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان، ولقائه بقيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لإقناعهما والضغط عليهما بعدم المشاركة في حكومة وطنية والانضمام إلى تشكيلة حكومة ائتلافية. في حال تم تشكيل هذه الحكومة فربما ستطبق الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية صارمة على حكومة الائتلاف الوطني كرفع حمايتها عن الأموال العراقية واستئناف الدول لمطالبة العراق بتعويضاتها المالية، والأخطر من كل ذلك أن تمنع أمريكا تدفق الدولار الأمريكي كونه عملة قيادية إلى العراق باعتباره العملة الأهم في المشتريات الدولية حالياً.